أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدين الكرام، ولقاء يتجدد مع صحافة الغد، ونبدأ وكالمعتاد بأهم عناوين الصحافة الصادرة هذه الليلة من جريدة المصري اليوم: العالم يعزي مصر في وفاة مبارك. ومن جريدة الأهرام: الإمام الأكبر يهنئ الدكتور مجدي يعقوب بتقلد وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني. أما في الشروق: البنك الدولي تفاؤل بخطوات مصر الإيجابية نحو النمو الاقتصادي. وفي الوفد: صحف موسكو وأنقرة تحذر من عواقب مغامرة أردوغان في سوريا. أما جريدة اليوم السابع فجاء فيها طقس الأربعاء مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة. أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، ونتحول من العناوين إلى أهم التفاصيل، وبالطبع نأخذ من جريدة المصري اليوم: العالم يعزي مصر في وفاة مبارك. الإمارات: فقدنا رجل دولة، وعباس يشيد بدعمه للقضية الفلسطينية، والحريري كان صديقا للبنان. تقول التفاصيل: حرص عدد من زعماء الدول على إرسال برقيات عزاء إلى مصر في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك. قالت دولة الإمارات إن العالم العربي فقد الرئيس الأسبق حسني مبارك واصفة إياه بأنه صاحب المواقف الوطنية والتاريخية. وبعث سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد محمد بن سلمان تعازيهما الحارة للرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس محمد حسني مبارك، وقال الملك: علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء، إن لله وإنا إليه راجعون. نعى أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ببالغ الحزن والأسى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي وافته المنية الثلاثاء، وأشاد أبو مازن بمواقف الرئيس الراحل في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال. نعى أيضا سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق الرئيس حسني مبارك على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال: تنطوي برحيل الرئيس حسني مبارك حقبة من تاريخ مصر والأمة العربية حفلت بالإنجازات والإخفاقات على حد سواء، وتركت بصمات من التطور والحداثة في مختلف المجالات، فالرئيس مبارك كان صديقا وفيا للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي، نذكره بالخير ونسأل له الرحمة والرضوان. أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك اعتبارا من الأربعاء الموافق 26 من فبراير 2020. للمزيد من التعليق ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء ناجي شهود مساعد مدير المخابرات الحربية سابقا والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، يعني بعد مساء الخير، نعزي حضرتك ونعزي المصريين في وفاة
أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة والرئيس الأسبق حسني مبارك، تعليق حضرتك على الرحيل. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. تحياتي لحضرتك وزملاء العمل في الاستوديو والمشاهد الكريم في كل مكان. طبعا مفيش تعليق على الوفاة، ان هو في دار الحق واحنا في دار الباطل، اللهم الحقني بيه على خير. لكن بيهمني عشان الانسان، احنا بنعد الانسان المصري وبنجهزه، وانا وحضرتك مسؤولين عن اعداد الانسان المصري كل من يتحدث في الاعلام، لان احنا اللي بناخد الانسان المصري الى الوعي او الى الظلام. اما امسك الرئيس حسني مبارك الله يرحمه بقسمه كناجي شهود انا الى ثلاث مراحل. مرحله هو عسكري ضابط قوات مسلحه مقاتل، خد مهمه زينا كلنا في 73، كان يقود قوات جويه وعارف مهمته الرئيسيه انه لازم ان يصل الى العمق وعرضه للدفاع الجوي الاسرائيلي بكل مفرداته وتكوينه والحداثه اللي فيه، وخطط ودبر مع كل المعاونين اللي كانوا معاه في هذا التوقيت، مش لوحده، كل المعاونين دبروا وخططوا ونجحوا في تنفيذ مهام الضربه الجويه بال 220 طلعه في الموجه الاولى، ودمروا كل ما خطط وتخطط لهم والمهام اللي خدوها. نعم. من مراكز القياده، من مراكز المراقبه والتصنف، من نقاط التشويش، من مراكز الحرب الالكترونيه. الحقيقه كانت رائعه في البدايه، وتولوا مسؤوليه تامين العنف المصري خلال باقي فتره الحرب. دور مشهود له كضابط قوات مسلحه، ضابط قوات جويه مقاتل شرس، كان له بصمه رائعه في اعداد الطلبه في الكليه الجويه. الحقيقه مشهود له في هذا العمل. المرحله الثانيه، الرئيس محمد حسني مبارك. نعم. عشان يا استاذ ايمن الناس تحترمني وتحترم حضرتك، لازم نتفق ان الرئيس حسني مبارك انسان ولا هو ملاك؟ لا، انسان طبعا، مفهوم كلام حضرتك. الله يبارك في حضرتك، ده قابل للخطا والصواب، مش كده وبس. هو انسان امكانياته زي حضرتك وزي تزيد عننا 2 3% 4%، تقل عننا 3 4%، زي اي رئيس وزي اي انسان في الجمهوريه في الدنيا. مفهوم. مين المطبخ اللي كان بيعاونه خلال فتره رئاسته؟ وهل المطبخ ده كان طول النهار يقول له حاضر يا فندم، اوامرك يا فندم، منتظرين توجيهاتك سياده الرئيس، الدنيا كلها منتظره سياده الرئيس؟ والمطبخ ده ساعة الحساب هيقف قدام ربنا مسؤول مع سيادة الرئيس. فترة سيادة الرئيس حسني مبارك الحاجة و20 سنة له ما له وعليه ما عليه، ما اقدرش. نعم. انكر هذه الفترة بحسناتها وسيئاتها ومرها. نعم. ما اقدرش اللي هو التقييم الموضوعي يا فندم. التقييم الموضوعي ان هو حافظ على انجازات المصريين في 73. بدأ على قد قدرته وفكره والمطبخ السياسي اللي كان حواليه. مش هحمله مسؤوليه ابدا انجازات او فشل لوحده ابدا. هو انسان طلع نزل انسان، اللي حواليه مين وقالوا ايه وخدوا قرار شكله ايه. له ما له، حافظ على ما تحقق في 73، لم يعرض السلام للخطر، لم يضيع جهد المصريين اللي بذلوه من 67 ل 73، وحافظ عليه خلال الثمانينات والتسعينات و2000 رغم كل الخوازيق اللي كان طرحت في هذه المرحله. حاول وسعى على الموقف الاقتصادي، صحيح كان في عندنا مشاكل في الموقف الصحي والتعليمي والاقتصادي، شيء طبيعي دوله بتنمو وبتخرج من محنه لمحنه وبتقف على رجلها على ارض صلبه. فدايما اقول التاريخ، خد بالك يا استاذ ايمن، الناس النهارده بتقعد تختلف على الله يرحمه عبد الناصر، يقعدوا يختلفوا على انور السادات، مؤكد هنختلف على حسني مبارك. هو شيء طبيعي، وخصوصا كمان يا سياده اللواء انه يعني في هذا الامر في قدريه برضه، لانه يعني ان يقدر للانسان ان يحكم بلدا بحجم مصر وتكون هناك يعني ظروف قدريه ايضا في المحيط الاقليمي ولمده 30 عام تقريبا، انت بتتعامل مع المعطيات المتغيره طيله الوقت بالتاكيد بشكل وطني، لكن في النهايه القرار بيكون ما فيهوش صواب مطلق وما فيهوش خطا مطلق، والتجربه في النهايه بالتاكيد احنا كمصريين استفدنا منها. طيب هدي لك دعوه وباسمعها مني، ربنا يا استاذ ايمن ما يحكم عليك انك تتحط في موقف اي رئيس دوله وتبقى مسؤول عن شعب امام رب العزه بعد عدد من الساعات. ده اكيد. شيء ده اكيد مريع. مفهوم معنى الدعوه يا فندم. انا بدعي لك زي ما بدعيها الناجي، يا رب ما اكون مسؤول غير عن زوجتي عشان لما اقف قدام رب العزه. مفهوم. سوره عبس وتولى عبس، سوره عبس قالت ايه؟ فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه.
أبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. رئيس دولة دي كارثة. رئيس دولة مين ذكاؤه يكون ويتولى المسؤولية بالصورة دي، انك تبقى مسؤول عن 100 مليون؟ انت فاهم يعني ايه 100 مليون مسؤول عنهم قدام رب العزة؟ يا ربي ينقذ ويعين كل من يتولى المسؤولية. المرحلة دي التاريخ هيحكمها، له ما له وعليه ما عليه. صحيح. لكن اللي دايما بقوله عليه انه ساب نفسه في المكان ده مدة تصل الى 30 سنة، لم نسعى الى ان هو يقنن المدد، وساب اللي حواليه يفرشوا له السكة بطريقة مش جميلة ومش صحيحة. وبنعلم الانساق اللي ورانا ايه، ما علينا مش هنخوض في دي. اجي بقى للفترة العظيمة من 2011. احنا وقتنا يعني بيكاد ينتهي في 30 ثانية يا فندم، اتفضل. اشطر. 2011 خاض المرحلة كمقاتل. لم ينسحب من الارض، لم يغادر، لم يهرب من الموقع، لم يترك موقعه ولا سلاحه. وقف في مصر، قال انا قابل، لازم اندفن في مصر، اسجن، اعدم، ادخل محكمة، يحصل اللي يحصل، لكن لن اترك مصر، انا مقاتل على هذه الارض، عشت على هذه الارض، حاربت في هذه الارض، وساموت وادفن في هذه الارض. نعم. الله يرحمك يا محمد يعز مبارك ويلحقني بيك على خير. امين يا رب العالمين. عليك ما عليك. انا بشكرك ورحمه كلهم عليك. شكر جزيل على هذا التعليق او على هذا التحليل او على هذه القراءه الصادقه الصادره من القلب. بضم صوتي لصوت حضرتك واللي قدرت اخرج بيه انه بالفعل المسؤوليه ليست بالامر الهين. شكرا جزيلا سيرة اللواء ناجي شهود، مساعد مدير المخابرات الحربية سابقا والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. نتحول مشاهدينا إلى جريدة الجمهورية وفيها الإمام الأكبر يهنئ الدكتور مجدي يعقوب بتقلد وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، حيث أجرى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اتصالا هاتفيا بالدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي لتهنئته بتقلد وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني خلال احتفالية مبادرة صناع الأمل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أعرب الإمام الأكبر عن سعادته بما يحققه الدكتور مجدي يعقوب من إنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدا أنه قدوة في الإيثار وتغليب مصلحة المحتاجين من مرضى القلب والأطفال، ومثال في الوطنية والعمل على خدمة أبناء وطنه، وفخر لكل مصري وعربي. بالتأكيد مفيش تعليق أطيب على الدكتور مجدي يعقوب وعلى الجهد الذي يبذله ليكون بحق طبيب القلوب من التعليق الأفضل والأجمل اللي قاله فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب على هذا الطبيب المصري الإنسان وعلى التكريم اللي حصل عليه. بنتحول لجريدة الشروق وفيها البنك الدولي تفاؤل بخطوات مصر الإيجابية نحو النمو الاقتصادي. تقول التفاصيل، أكد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي تفاؤله بالخطوات الإيجابية التي تتخذها مصر نحو النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات الهيكلية وأطر السياسات العامة الخاصة بتهيئة المناخ للقطاع الخاص. جاء ذلك في تغريدة أطلقها عبر حسابه بموقع تويتر عقب لقائه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع مجموعة البنك الدولي وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين بما يراعي أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، موضحة أن شراكة مصر مع البنك الدولي سعادت في دعم عدد من أولويات التنمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. بنتحول إلى صحيفة الوفد وفيها الإعلان عن أول بورصة سلعية الأسبوع المقبل، حيث أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين أن قطاع التجارة الداخلية يعد قطاع التنمية، حيث أن حجم العمالة بالقطاع يصل إلى 33% من حجم القوى العاملة في مصر، كما أن حجم إجمالي الناتج القومي من قطاع التجارة 17%، ونستهدف زيادته إلى 21 أو 22 من إجمالي الناتج القومي. جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تحت عنوان شارك النجاح في الفرص الاستثمارية 2020 للإعلان والترويج عن فرص استثمارية في العديد من المحافظات
لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى وسلاسل تجارية بالعديد من المناطق المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير وإتاحة المنتجات والسلع الغذائية في مختلف المحافظات، بجانب تكوين وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة شهور. أوضح أنه يتم خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن تأسيس أول شركة للبورصة السلعية، وحالياً يوجد 18 مشروعاً في 19 محافظة باستثمارات تقدر ب 49 مليار جنيه، وكانت محافظة الغربية باكورة المشروعات. أشار العشماوي أيضاً إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن استثمارات أجنبية جديدة في مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذي سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول، وبالتالي ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك، بجانب أيضا توفير فرص عمل، لافتا إلى أن التوسع في إنشاء هذه المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى سيعمل على تقليل حلقات التداول بين السلع، وبالتالي سيحد من الهدر وتقليل تكاليف النقل، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع إلى ما يقرب من 25%، وقد تصل إلى 35%. للمزيد من الرأي والتعليق والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي مساء الخير ومرحبا بك. مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. وطبعا يعني أول بورصة سلعية، وهو أمر كان منتظر ومتوقع فوائده، يعني نقول أنه إضافة لما قيل في الخبر، يعني من وجهة نظر حضرتك هل سيقلل الفارق الكبير ما بين يعني المنتج سواء كان في صورة مزارع أو صانع والتاجر النهائي إن كان مجازا يسمى بتاجر قطاعي وصولا المستهلك، وتقليل العائد الكبير الذي تجني الحلقات التي في منتصف هذه المسافة ما بين المنتج والبائع النهائي؟ أكيد طبعا هيبقى ليها دور كبير جدا، لأن فعلا الحلقات الكبيرة جدا والمراحل الكبيرة جدا كل مرحلة بيبقى فيها هامش ربح بيتم إضافته للسعر النهائي بالنسبة للمنتج، فبالتالي تعدد المراحل ديت عبال ما بتوصل السلعة من المنتج لغاية المستهلك النهائي أو حتى البائع النهائي بيبقى فيها هامش ربح مبالغ فيها جدا. ده جزء. الجزء الثاني هنلاقي دايما إن شكوى عديد من الفلاحين او صغار المستثمرين على سبيل المثال في قطاع الزراعه، مشكلتهم ان تكاليف الانتاج بالنسبه لهم مقارنه بالارباح المتوقعه بتبقى منخفضه جدا، وده كمان يمكن اللي ما بيشجعش للاسف استثمار صغار المستثمرين في الاقبال على الاستثمار الزراعي او الاستثمار في قطاع الزراعه، نتيجه ان هو بيشوف ان المجهود والتكلفه اللي بيتحملها طوال الموسم ما بينتجش عنها العائد المتوقع اللي يقدر ان هو يغطي التكاليف وان هو يضمن له فعلا عائد كبير على الاستثمار. بجانب طبعا ما نقدرش ننكر موضوع المخاطره او فكره الاقبال على الاستثمار بشكل عام، اكيد بيبقى في جزء من المخاطره هو اللي بيتحملها بالكامل، لكن وجود السلاسل ديت اكيد بينتج عنها هوامش ربح مبالغ فيها. بنشوف كمان جزئيه مرتبطه ببعض الاحتكارات او الممارسات الاحتكاريه، عدم وجود الشفافيه الواضحه بالنسبه للعديد من اسعار السلع، ده كله اكيد البورصه السلعيه هتبتدي ان هي تعالج هذه التحديات، هتبقى ليها اكيد مردود ايجابي أكيد. سواء على المنتج او حتى على المستهلك النهائي ان هو يحصل على المنتج على المنتج صحيح، وخاصه انه النماذج ديت هي اللي موجوده في كل الدول الكبرى والمتقدمه الان. دكتور علي بالضبط، واحنا كان لنا تجارب سابقه اكيد سواء في بورصه القطن او بورصه البصل قديما، فكره ان هي تعود مره اخرى بزياده في الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، فكره ان في عندي شفافيه اكيد ده جزء مهم. بشكرك شكر جزيل الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي. نتحول إلى الشروق، وفيها الكهرباء تنفي حدوث انقطاعات كبيرة للتيار بالمحافظات، عملات تفتيش موسعة لفحص العدادات بعد انتشار التلاعب وتفريغ القراءات، حيث نفى أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حدوث أي انقطاعات كبيرة بمختلف المناطق على مستوى محافظات الجمهورية بعد سقوط الأمطار بالمحافظات، مشيرا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمختلف شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تحسبا لأي انقطاعات أو أعطال. قال حمزة في تصريحات للشروق
أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أصدر تعليماته لرؤساء شركات التوزيع أكد فيها ضرورة الدفع بفرق من الفنيين لإعلان ولإصلاح أي أعطال طارئة ناتجة عن الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد، لافتا إلى أن رؤساء شركات التوزيع أصدروا تعليمات بصرف أي مهمات للمناطق التابعة لكل شركة. شدد حمزة على عدم تطوع أي من المواطنين للقيام بإصلاح أي أعطال والإبلاغ عن أي عطلة أو تأثر أي مهمة من مهمات الكهرباء بالأمطار، وطالب بالإبلاغ عن مهمات الكهرباء من كابلات وأكشاك بالإضافة إلى أعمدة الإنارة المكشوفة على الخط الساخن للوزارة رقم 121 وعدم ملامسة أو الاقتراب من مهمات الكهرباء. من ناحية أخرى، رصدت الشركة القابضة لكهرباء مصر على مدار الفترات الماضية تزايد عمليات سرقة التيار الكهربائي مما نتج عنه ارتفاع معدلات فقد الطاقة الكهربائية التي وضعت شركات التوزيع في ورطة كبيرة بالتزامها شهريا بسداد كوتة للشركة القابضة للكهرباء نتيجة ما تحصل عليه من طاقة كهربائية تقوم ببيعها للمواطنين. قال مصدر مسؤول بالشركة إن رئيس القابضة للكهرباء وجه رؤساء شركات التوزيع التسعة بالتعامل بمنتهى الحزم مع من يثبت تلاعبه أو تقاعسه عن أداء عمله من العاملين بمختلف الشركات، خاصة من يقومون بالاحتكاك بالمواطنين من فنيين ومحصلين بعد اكتشاف وقائع إهمال وتسيب بعدد من قطاعات الشؤون التجارية أثناء قيام بعض رؤساء الشركات بعمليات تفتيش مفاجئة على بعض المحال التجارية والعقارات السكنية. في الوفد، صحف موسكو وأنقرة تحذر من عواقب مغامرة أردوغان في سوريا، حيث حذرت وسائل إعلام تركية وغربية من عواقب مغامرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة في سوريا، موضحة أنه في الوقت الذي يواصل فيه الجيش السوري تقدمه في إدلب تتجه الأنظار إلى النتائج المترتبة على إصرار تركيا على خوض تلك المعركة رغم الاعتراض الروسي والخسائر الجسيمة في صفوف قواتها. تواجه تركيا إلى جانب تقدم الجيش السوري الغضب الروسي من موقفها، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد الماضي أن طائرات روسية شنت غارات جوية عدة استهدفت محيط تجمع القوات التركية المتمركزة في معسكر المصطومة جنوبية إدلب، ورغم المهلة التي منحها أردوغان لنظيره السوري بشار الأسد حتى نهاية الشهر الجاري لسحب القوات السورية من المناطق القريبة من نطاق المراقبة التركية، فإن مراقبين يرون ذلك غير واقعي ولن يغير أي شيء على الأرض. لنختتم جولتنا الصحفية هذه الليلة من جريدة اليوم السابع، طقس الأربعاء مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأربعاء بالقاهرة الكبرى طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة. يشهد الوجه البحري أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا والرياح معتدلة. بكده بكون صحافة الغد لهذه الليلة انتهت، غدا في مثل هذا الموعد يتجدد اللقاء مع فريق عمل آخر. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله وإلى اللقاء.